السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وانا وسعادة كده. فيديو النهاردة يا جماعة، ناس كتيرة جدا طلبته مني، ناس قالوا لي عبد الله عايزين فايدة لتعجيل الزواج، يعني في بعض الفتيات بيتأخر زواجهم، في بعض الأخوات الفضليات بيبقى عندهم أخلاق عالية وبيبقوا على قدر عالي من الجمال، ولكن بيتقدم لها ناس لكن ما بيجيلهاش الشخص المناسب، كل ما يتقدم لها حد بترفضه، وده ما بيكونش بسببها ولكن بيكون بسبب بعض الطاقة السلبية الروحانية اللي بتؤثر عليها. لأن فعلا يا جماعة في علم الروحانيات الطاقة السلبية وقلة القوة الروحانية فعلا بتؤثر على الفتاة، فبتجعلها إن هي ما تتجوز، حتى لو خليتها تتزوج بيحصل مشاكل ونفور بينها وبين زوجها على طول. فالفايدة بتاعت النهاردة يا جماعة بإذن الله هي فايدة قوية جدا وعالية جدا في القيمة، وبفضل الله هي عبارة عن آية. إذا كتبت هذه الآية على ورقة وحملتها معك لمدة 3 أيام، بفضل الله الطاقة الإيجابية الموجودة في هذه الورقة حياتك كلها، هذا سينعكس بالصبر على الزواج. فهتلاقي بإذن الله خلال أيام، 3 أيام بإذن الله، خلال أيام هتلاقي بإذن الله جالك نصيبك، وهتلاقي بإذن الله جالك الزوج الصالح. وزي ما قلت لك ده هينهي الطاقة السلبية خالص وهيجلب لك الطاقة الإيجابية، ومدة حمل هذه الورقة بتكون 3 أيام. فعشان ما أطولش عليكم يا حباب قلبي، هبدأ على طول في ذكر الفايدة والتفاصيل وتعملوها إزاي. بس قبل ما أبدأ في ذكر التفاصيل، يا ريت لو أنت جديد معايا في القناة تشرفني وشارك في القناة، ولو أنت معايا قديم في القناة تضغط على زر اللايك وتدعي لي كده بالتوفيق. وعشان ما أطولش عليكم هبدأ على طول يا حباب قلبي في ذكر التفاصيل والفايدة. يا جماعة هذه الفائدة الشرط الأساسي فيها إن أنت تعملها يوم الجمعة في جوف الليل اللي هي ليلة السبت، يعني يوم الجمعة في جوف الليل اللي هي ليلة السبت اللي هو بكرة السبت. هتيجي يوم الجمعة في جوف الليل اللي هي ليلة السبت ولازم الفتاة هي اللي تعملها، حتى لو حد هيعملها لحد لازم الشخص، أهم حاجة الشخص اللي يعمل الفايدة يبقى طاهر ثوبا وبدنا، يعني لازم يبقى طاهر الثياب والبدن، يعني ما ينفعش واحد عنده عذر شرعي تعمل الفايدة، لا لازم يبقى طاهر ثوبا وبدنا. تأتينا بورقة، والورقة دي يفضل إن هي تبقى خالية من السطور، وزي ما قلت لكم في جوف الليل اللي هي صباح السبت اللي هي ليلة السبت اللي هي يوم الجمعة، اللي هي يوم الجمعة في جوف الليل اللي هي ليلة السبت. هتيجوا في ليلة السبت وهتقعدوا وهتتوجه للقبلة، الشخص اللي هيعمل الفايدة يقوم أولا بقراءة سورة طه مرة واحدة فقط، وبعد ما يقرأ سورة طه مرة واحدة فقط هيقرأ سورة الواقعة مرة واحدة، وبعد ما يقرأ سورة الواقعة مرة واحدة يجيب ورقة بيضاء زي دي كده وهيكتب البسملة فوق بسم الله الرحمن الرحيم، بعدها هيكتب آية الكرسي مرة واحدة بس، ده بعد ما يقرأ هيكتب، وطبعا كل تفاصيل الفايدة موجودة في صندوق الوصف، هيكتب آية الكرسي مرة واحدة بس كده، يقوم بطوي هذه الورقة، والفتاة اللي هي عايزها ان هي ربنا يعجل في زواجها تحملها معاها لمدة 3 أيام، تخليها معاها على طول. طيب بعد ما ننتهي ال3 أيام يا عبد الله بنخلص من الورقة ازاي؟ بنخلص منها زي المصاحف القديمة زي ما قلت لكم، يا اما بندفنها يا اما بنقطعها قطع صغيرة يا اما بنقوم بحرقها، طبعا عشان احتضان لكلام الله عز وجل عشان ما تطأهوش الأقدام. بفضل الله اللي هيعمل فايدة زي ما انا قلتها له بالظبط، لو كانت فتاة مش متزوجة بإذن الله خلال أيام هتلاقي كل النحوسات والتعطيلات اللي في حياتها انتهت نهائيا، وهتلاقي بإذن الله حاجات ما يشبه بالمعجزات هتحصل معها. فغرروا الفايدة دي يا جماعة بإذن الله تنجح معاكم، وبكده يكون الفيديو خلص. أسأل الله أن يوفقكم أحبابي ويحقق لكم كل ما تتمنوا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.